ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد. ده البورتريه اللي كنا عملناه المره اللي فاتت، البورتريه الكامل بعد ما خدنا كورس البورتريه بكل التفاصيل بتاعته. وطلبتوا مني ان احنا نرسم بورتريه جديد، وعملنا تصويت على الجروب على الفيسبوك، هل عايزينه بالرصاص ولا بالخشب، والاغلبيه اختاروا الرصاص. عايزاكم تختاروا صوره من الصور اللي حطها لكم دي، اكتبوا لي الرقم بتاعها في الكومنتات تحت الفيديو، ودي اللي ان شاء الله نبدأ نرسمها. اتمنى تكون عجبتكم صورة من الصور اللي فاتت. اكتبوا لي رقمها في التعليقات، ما تنسوش عشان اختار اكتر صورة اتفقتوا عليها ابدا اعملها بورتريه. استنوا فيديو جديد باذن الله بخامة الرصاص، ان شاء الله نبقى نعمل بالخشب بعد كده. ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة، يعمل لايك وشير الفيديو. اشوفكم على خير.